اسعد الله ايامكم زبائننا غوالي بالرزق والبركه. اليوم وصلتنا وجبه قمه بالاناقه والروعه اللي هو جالكسي نوت 3، جهاز جالكسي نوت 3 الاصلي وليس الصيني، الجهاز الاصلي. طبعا شلون تعرفه اصلي؟ من ناحيه اللمس مالته ومن ناحيه اوبشناته، ويشغل لعبه البوبجي العالميه اللي اكثر زبائن يسالون عن لعبه البوبجي العالميه. يشغل لعبه البوبجي العالميه ليش؟ لانه ذاكرته الحقيقيه 32 جيجا، 32 جيجا الحقيقيه، والعشوائيه 3 جيجا، العشوائيه 3 جيجا مثل ما شاهدون زبائن الكرام، العشوائيه 3 جيجا. فاكيد يشغل لعبه البوبجي وجميع مواقع التواصل الاجتماعي وجميع الالعاب، بالاضافه انه يتميز الجهاز بقلم جدا راقي، جدا راقي القلم مالته بالاستخدام وبجميع اموره او بالكتابه او بالملاحظات، جهاز كلش راقي، فتشي روعه. بالنسبه لمواصفاته، بالنسبه للشاشه مثل ما قلت لكم فول اتش دي، جدا سريع باللمس. الكاميرا مالته 13 ميجا بكسل مثل ما شاهدون زبائننا الكرام، الكاميرا 13 ميجا بكسل، الخلفيه والاماميه 8 ميجا بكسل. كل هاي المواصفات، كل هاي الاوبشنات مع الهدايا، ما نسيناكم طبعا بالهدايا، الهدايا اللي هو ستاند حتى تقدر تشاهد به فيديوهات او شغلات، بالاضافه ملحقاته اللي هي الشاحنه مالته الاصليه، وبالاضافه بطاريته طبعا 3200 ملي امبير البطاريه. ويا البطاريه حطينا لك هديه حتى لا تزعل علينا، حطينا لك الباور بانك، الباور بانك هديه ويا الجهاز مع الملحقات وسماعته الاصليه، ويجيك ايضا بالباكيت، يعني جهاز بالباكيت نظافته 98%، يعني شبه 100%، 98%، ومثل ما ذكرت لكم الجهاز اصلي 100%، جهاز اصلي 100% مثل ما تشاهدون شاشته كلش راقية، ديزاينه فشي روعه، اجى باللون الاسود فشي قمه بالروعه، اللون الاسود واللون الابيض اللي اكثر الزبائن يسالوني عن اللون الابيض، هذا وفرنا لكم اللون الابيض اللي يجي اطاره ذهبي مثل ما تشاهدون زبائننا الكرام، الاطار مالته يجي ذهبي، فتشي روعه. وكل هذا بسعر بس 95 ألف دينار، واهلا وسهلا بكم.